100 سنه فريد شوقي. شفتي صور فريد شوقي وهو مع افتتاح اكاديميه الفنون؟ ده فيديو رائع وكان بيتعمل في جريده مصر السينمائيه لما جم يفتتحوا اكاديميه الفنون. كان لازم يدعو اكبر الفنانين والادباء والصحفيين، واكيد كان على راس الفنانين اللي حضروا كان فريد شوقي. خلينا نشوف اللقطه الوثائقيه القديمه دي. أناب الرئيس جمال عبد الناصر السيد ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومي لوضع حجر الأساس لمدينة الفنون، وقد أقيم بهذه المناسبة حفل كبير ضم عددا كبيرا من الفنانين والكتاب والصحفيين. وقد أرسى السيد الوزير الحجر الأساسي لمدينة الفنون، ثم ألقى السيد عبد المنعم الصاوي الوكيل المساعد للوزارة كلمة تحدث فيها عن مجهود الوزارة في حقل الثقافة والفنون. وقام السيد الوزير بتسليم جائزة الإنتاج الأولى للسيدة آسيا عن فيلم رد قلبي، وجائزة الإنتاج الثانية للأستاذ حلمي رفلة عن فيلم طريق الأمل، وجائزة الإنتاج الثالثة للأستاذ فريد شوقي عن فيلم بورسعيد. وهذه الأفلام الثلاثة الحائزة على جوائز الإنتاج صورت وتم إعدادها باستوديو مصر. هو بالنسبة له الأكاديمية بالنسبة لبابا موضوع مختلف. يعني دلوقتي فريد شوقي يمثل 300 فيلم تقريبا، 360 تقريبا، رقم كبير جدا. في ناس ما تعرفش عن فريد شوقي غير نجوميته على شاشة السينما، الأفلام بقى من أيام الأبيض والأسود لحد آخر أفلامه لما كان في حالة نضوج كامل في التمثيل. في ناس كان يتهيأ لها انه ممكن يكون شرير زي الادوار اللي كان بيعملها في بدايه حياته، انه عافي وبتاع خناقات. ما يعرفوش الجزء الاخر لفريد شوقي، هو كان طيب قوي، كان طفل كبير، طفل بمعنى الطفل. يعني بصي ضحكته كده من القلب، تلاقي اللي هو انا كنت بعشق ضحكته، يعني لان ضحكه بجد طفل طيب جدا. وحتى كان يقول لك لو عندك سر ما تقولهوليش لانه هيقوله، فانت يعني هو بينصح لو ما تقوليش احسن. يعني قولي لي، كان